أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أن ما يحدث في ميناء السخنة يعد معجزة هندسية حقيقية. وخلال مؤتمر صحفي في ختام جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار مدبولي إلى أن ميناء السخنة سيكون من أهم المواني العالمية بما يمتلكه من إمكانات ومناطق لوجستية. اللي بيحصل في ميناء السخنة النهاردة هو معجزة هندسية حقيقية. احنا بنتكلم على ميناء هيكون ان شاء الله من اكبر المواني على مستوى العالم، مش بس في المنطقة بتاعتنا، بنتكلم على 18 كيلو اطوال ارصفة عشان تخدم كل اغراض عمليات النقل واللوجستيات. والاهم الحقيقة ان النهاردة واحنا بنشتغل وبنخلص الميناء بيتم بالتوازي معها التعاقد مع اكبر شركات في العالم للشحن وتجارة الحاويات، وبيدخلوا معانا وبيستلموا الأرصفة والمناطق المختلفة اللي موجودة في الميناء علشان إنهم يبدأوا على طول التشغيل. يعني إحنا بنبني الميناء وبننشئه وفي نفس الوقت بالتوازي معاه بيتم تشغيله على طول. الأهم زي ما حضراتكم تابعتوا إن الميناء مش فقط الميناء ولكن المناطق اللوجستية اللي معاه، ومن أول لحظة أيضا الميناء بيتم التخديم عليه بشبكة متكاملة وعلى أعلى مستوى من الطرق وشبكة السكة الحديد. وهنا أنا بتكلم على السكة الحديد حاجتين، السكة الحديد الطبيعية اللي هو قطارات الديزل، وكمان القطار السريع الكهربائي اللي هيبقى موجود وبيخدم على المحور اللوجستي الأكبر اللي احنا كمصر بنقول ان ده هيبقى هدية مصر للعالم، اللي هو من ميناء السخنة الى ميناء اسكندرية، وان هو يقدر ان هو يطلع كمان لغاية العلمين ومطروح.